السلام عليكم. طبعا في هذا الدرس هنصمم اللي هي كيف نعمل تصميم لكرسي. طيب لو جينا هنا على الصورة هاي، لو شفت الكرسي ليش بتكون؟ بتكون من مقعدة واللي هي سند الظهر اللي هي اللي بتسند فيها ظهرك، وبتتكون من 4 رجلين. تمام. طيب طبعا تصميم بسيط نفس الطاولة، بس لكن اللهم انه في الجديد هي الظهر. طيب نيجي هنا على الماية. طيب نيجي تعط على اللي هي الـ4 شاشات مسطرة على هاي الأجزاء. طيب بنيجي على التوب، بنيجي نسحب اللي هي الكيوب، وبنيجي نحدد مثلا، أنا بقول مثلا حدد لي بهذا الشكل الكيوب. تمام، مثلا يكون طول مثلا بهذا الشكل. تمام. طيب بعد كده إيش ممكن؟ مثلا أنا باجي هنا على الفرونت، وباجي مثلا برفع مقدار هذا. تمام. طيب يعني لو أنا شايف إنه هذا طويلة كتير، ممكن مثلا أنا أجي وأصغر اللي هي الحجم تبعها، واجي مثلا اقول له السكيل تبعها من الاكس صغر لي اياه، مثلا صغر لي هذا الشكل بالمقدار هذا، او مثلا خليه بالمقدار هذا. تمام. طيب واجي هنا مثلا احدد له مثلا اللي هي في المربع كذا هذا. طيب واجي مثلا صغره كمان، صغره مثلا كده، يعني انت حسب ما بدك انت ممكن تصممه كله. برجع لك. طيب مثلا كده. طيب اجيت هاي عملت ايش؟ المقعدة. طيب انا كيف ممكن اعمل الظهر؟ طيب بكل بساطة، بدل ما اعمل كيوب جديد، لا بعمل كنترول دي. انا كده عملت اللي هو جسر او انشأت كائن تاني من نفس الكائن هذا. طيب انا حاجة استخدم الروتيت، اللي انا لف الزد بمقدار 90 درجة. فانا بروح على الزد هنا بقول له 90 درجة. طبعا انا عملت السكيل وبحط هنا 1. طيب بروح هنا على الروتيت وبقول له 90 درجة. شايف انه لف لي اياه اللف اللي هي الكيوب اللي انا عملته، ولا عملت له دبل كيت للنسخ، ما يعني نسخه نسخه ثانيه من الكيوب هذا، وعملت له بعدين ايش؟ دوران حول محور الزد. تمام. طيب بعد كده بس باجي بستخدم الموف تول وين برجعها لورا. تمام. طيب باجي مثلا هنا، او مثلا باجي على شاشه الفرونت، وباجي مثلا بعمل برجعها بهذا الشكل. تمام. برجعها بهذا الشكل مثلا، بطلع وين؟ على اللي هي الشاشه هاي، او على اي شاشه ممكن اطلع عليها. باجي بسحبها كده. تمام. باجي مثلا ممكن اوضح الامر اكثر، مثلا ما اشوف هنا ايش الفراغات. طيب وباجي هنا مثلا بقول له حط لي مثلا لي كده. تمام. وبعد كده مثلا اقول له ارفع لي اياها بمقدار كذا، وعمل لي مثلا ظبط لي تظبيط. تمام. لو جيت ها لقيته مثلا، ممكن كمان نظبط اكتر، ممكن كده هيك نوديها كده. تمام. يعني كده ممكن يعني ليش مقبول نوعا ما. طيب بعد ما عملت اللي هي الظهر، بيجي وقت اللي هي اعمل ايش؟ الرجلين. بس بعد ما انت تظبط وتعمل اللي هي الاشياء هاي، يعني عشان يكون مثلا جزء اللي هي التصميم تبعك متناسق مع بعض. تمام. باجي هنا بستخدم مثلا هذا الابتداء من هنا، باجي اعملها بهذا الشكل. طيب باجي مثلا كده هيك. تمام. بس كأنه مثلا في هيك، باجي اعملها بهذا. تمام. طيب باجي الكيت، باجي بعمل اللي هي الكليندر. تمام. طيب باجي بستخدم هاي الكليندر، وباجي بعمل هنا الرجل هاي، بس بستخدمها كده هيك، بكون مثلا قطرها مثلا بقطر معين بطلع. تمام. وباجي بعدين ايش؟ بعمل السحب للاسفل. طيب باجي هنا على البولي كليندر، وبستخدم الرياديوس مثلا اقول له 0.1. تمام. طيب بعد كده باجي مثلا بقول له حط لي اياه هنا، مثلا حط لي اياه هنا بهذا المربع كده. تمام. طيب بعد كده اعمل لي كنترول دي واسحب لي اياها للاسفل. تمام. وبعد كده مثلا حدد لي هاي وحدد لي هاي، اعمل لي شيفت وحدد لي الثانية، وعمل لي كنترول دي واسحب لي اياهم على الشقة الثانية. تمام. طيب ممكن كمان نظبط مثلا حجمهم ونسحب هاي لاسفل شوي. تمام. يعني زي ما انتم شايفين منظرها كده، ممكن كمان يعني نعدل مثلا اكثر، نعدل مثلا هاي وهاي، ونسحبهم لا اللي هي الاكس اكتر كذا هيك،
شايفين يعني احنا نطلع على الشاشة هاي مثلا حتلاقي الأمور واضحة كتير. تمام، ويا مثلا استخدم هاي وأعمل كنترول اتش وبعمل كده، أو ممكن أحددهم من هان كده هيك، وباجي بعملهم بهذا الشكل. طيب باجي استخدم هاي وهاي ليا الرجل هاي ورجل هاي، بس نزلهم للأسفل شوي. يعني أنت ممكن تظبط حسب ما هو التصميم تبعك. تمام، أنا كده أنشأت اللي هي الكرسي. باجي هنا بلا مسطرة، باجي هنا لقيت هنا عند التصميم هاي الكرسي. تمام، طيب باجي برفعها كده وباجي بعملها بالموف تول وبحددها. طيب إذا بدي مثلا أعمل تصميم يعني ممكن يعني أضبطه، بس لكن كده أنا أخليه مثلا أعمله ماش وأعمله كومباين تجميع يعني لحموا بعض. طيب قلت أنا بعد ما صممت الطاولة، مثلا أنا درس السابق عملت الطاولة، فقلت أنا ممكن يعني أحط الطاولة جنب اللي هي الكرسي هذا، بس أزيحه بهذا الشكل وباجي هنا بعمله بزيحها، باجي بحط مثلا كده باجي أعملها بعملها بهذا الشكل. تمام، وباجي بعدين بحطها في النص وباجي أعملها اللي هي في الأحمر. طيب هاي عند الكرسي هاي مثلا ممكن إيش ألفها حوالين اللي هي محور الواي كده، أخليها مثلا بدرجة مثلا هنا 90 درجة، خليها 90 درجة، وباجي مثلا كده بمسح الماوس هنا على الموف وبعملها بهذا الشكل كده بجمعها. تمام، بس هنا ونيجي هنا بعملها بهذا الشكل. تمام، طيب ممكن كيف ممكن انا اعمل اللي هي تصميم يعني ادعس اعمل كرسي تاني، بس ببعد بدعس كنترول دي وبعمل ازاحة اللي هي لليمين، ممكن ادعس كمان كنترول دي وبعمل ازاحة لليمين بهذا الشكل، وما بمسك زي كده وبحط مثلا بظبطهم حسب ما انا بدي. تمام، طيب ممكن احط مع الشكل التاني، باجي بدعس بحدد اللي هم هذول الثلاث اشكال هنا، الاشكال هاي بحددها وبدعس كنترول دي، عفوا هنا كنترول دي، وين بسحبها اللي هي للخلف. تمام، طبعا قد شايفين انه كيف مثلا الكراسي جايين على وجه تاني، او مش الوجه تبعهم مش على الطاولة، على يعني الطاولة بتكون خلفهم، فانا بستخدم هنا الاداة روتيت وبعمل على اللي هي الواي، او بروح هنا على الواي وحددها وبقول له حدد لي 180 درجة 180، لا مثلا هنا لا مش 90، اللي هي مثلا 180، 90 زائد 90 180 زائد 90 اللي هي 260، لا 280، شوف هنا 280، لا هي 260 صح، 260 هي الصح. طبعا مش 260، نيجي هنا مثلا 270 مثلا. تمام، طيب بعد كده باجي هنا استخدم اللي هي الأداة اللي هي التولز الموف تول وحددهم بهذا الشكل، واجي استخدم مدات الموف تول وحطهم بهذا الشكل هنا. شايفين كيف يعني صارت منظرها بهذا الشكل، وباجي مثلا ممكن هنا الاقي ازيحهم شوي على هذا الاتجاه، خليهم مثلا يقبل بعض. تمام، لقيت هنا ممكن كمان هنا وحطهم كذا وهيك، حطهم بهذا الشكل، حطهم هنا في النص واجي اعمل بهذا الشكل، وكله مثلا اقول له هنا ايش عمل لي ماشي، وهي عمل لي يوم كلهم كومباين، يعني أول ما حركتها أنا ممكن أحرك لي يوم ما بدي. طبعا أنا كده هيك صممت اللي هي طاولة، وصممت هي إيش 6 كراسي. إن شاء الله يكون الدرس بسيط واستفدتوا منه، وعرفنا كيف نصمم ديكور بسيط. إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله راح نعمل تصميمات أعقد. السلام عليكم.